بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والحكمة ليزكي بهما من شاء ويرقيه إلى مقام الحفظ والعصمة، وأثني عليه وهو أهل الثناء والمجد. أناط الفلاح بمن تزكى وتطهر وذكر اسم ربه فصلى وتنور وعقب فأخبر، بأن هذه الحقيقة من مسطور رسائل الأنبياء وكتب السماء. فقال جل جلاله وعم نواله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى كريم، أوجدنا على نعمة الإسلام بغير طلب منا، ووفقنا للهبوب والبحث عن منن الرحمن سبحانه، حتى أخذ بنواصينا في طريقه وسيرا إلى البحث عن معرفته سبحانه وتعالى. فبدأ الإنسان هكذا يبحث عن الطرق التي توصل إلى معرفة الخالق جل في علاه، ولكن بمنه سبحانه وتعالى يقودنا إلى الخير من غير أن نشعر، لأنه سبحانه وتعالى الهادي إلى صراط مستقيم. الحمد لله، بدأنا هكذا نرتاد جماعات إسلامية بحثا عن جماعة تعرفنا بالله سبحانه وتعالى، ومررنا بعدة طرق، فألهمنا الله سبحانه وتعالى الالتجاء إلى كتب القوم، حيث بدأنا نقرأ كتبا للقوم أو أهل الله أو ما يعرفون بالمتصوفون السنيون الذين عبدوا الله بالمحبة سيرا إليه خوفا ورجاء. فبدأنا نقرأ في كتبهم التي تدل على مدى تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، فاشتاقت نفوسنا وحنت أرواحنا إلى السير على هذا المنهج والدأب على دأبهم، حيث أنهم يقولون كلاما يفوق الوصف بما عرفوا من جمال وجلال الله سبحانه وتعالى. ولكن مع كل هذا، كنا دائما في البحث عن شخص يعرفنا ويظهر لنا هذا العلم، لأنه علم أذواق ويستحي أن يرسم نفسه على الأوراق. فبالرغم من أننا نجد عبارات فائقة في الأوراق، ولكن من الذي ينزل على أرض الواقع؟ سمعنا بعدة مشايخ وعدة طرق، وذهبنا وجلسنا وسمعنا واجتمعنا، ولكن ما وجدنا الذي عنه طال بحثنا. حتى كنا في رحلة إلى مدينة وجدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكنا هكذا في نشاط دعوي، حيث أن الله سبحانه وتعالى ساق لنا أناسا ينتمون إلى طريقة مباركة، وهي الطريقة الفوزوية المحمدية الكركرية، أطال الله في مددها وانتشارها. فرأينا منهم أشياء في الأول تحجب العقل عن التقدم، ولكن بمجرد مجالستهم هكذا، وبمجرد التكلم معهم، وبمجرد يعني الغوص معهم في معاني الكلام، وجدنا أن كلامهم يفوق الوصف، وأنهم تجاوزوا الأوراق وفاقوا العبارات التي كتبت في تلك الكتب عن أهل القوم. فسمعنا منهم كلاما عجيب، سمعناهم يتكلمون كلاما عن أهل الله، وسمعناهم يتكلمون عن نور يقذف في القلب. فسألنا: من أين تأتون بهذا، وأي دليل لكم على هذا الكلام الذي تقولون؟ فقالوا: هناك شيخ مرب عارف بالله سبحانه وتعالى كامل، انتهى من تربية نفسه، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بتربية مريديه حتى يصبحون عارفين بالله. فقلنا لهم أن يدلون على هذا الشخص الذي انتشر صيته في هذه المدة الوجيزة، على علم أنه القليل من يعرفه والقليل من يقدر قدره. فارتفع في أعيننا هذا الشخص وهذا الرجل العظيم الذي ذكره بهذه الأوصاف، الأوصاف الفائقة الوصف. فقررنا أن نتوجه إلى هذا الرجل العظيم، فبإذن الله
كنا نرتب هكذا زيارات إلى هذا الشخص الذي هو الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره، العارف بالله سبحانه وتعالى، الذي يفيض جمالا وجلالا، الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأسرار لا تعد ولا تحصى، والذي يعتبر ختم أولياء هذا الزمن. فمن أراد أن ينظر إلى الأولياء فلينظر إلى هذا الرجل بعين التحقيق، فيجد أنه رجل استحق هذه الأوصاف. فلما التجأنا إلى هذا الشخص، يعني ذهبت إليه إلى مدينة العروي في الناظور، ظننت أنني سوف أجده رجلا يجلس على كرسي فخم وله ملابس فخمة وله سيارات وله زاوية كبيرة وله من الأشياء الدنيا التي تبهر العقل. ولكن بمجرد ما وصلت عند هذا الرجل الرباني استقبلنا، فوجدنا من البساطة والتواضع ما يعجز اللسان عن وصفه. رجل بسيط متواضع يقطن في حي متواضع، له زاوية في يعني في محل تحت منزله، ويستقبل الناس من أنحاء العالم. رجل يفيض بالحياء، ورجل يعني رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى من حلل الجمال والجلال حتى يدل بها عليه أينما كان وأينما حل وأينما ارتحل. في مجرد جلوسنا مع هذا الرجل قدس الله سره سيدنا محمد فوزي الكركري، رأينا منه أشياء لا توصف، تواضعه وترحيبه ويعني إقراره بأن هذا الدين هو دين رحمة وتعاون وتواضع. وسمعنا أن بيعته، بمجرد ما الإنسان يبيع هذا الرجل قدس الله سره فهو يقذف في قلبه نور، وهذا النور هو الذي طالما تحدثت عليه سطور القوم، دائما يتكلمون على هذا النور. فبمجرد مبايعة الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره، ترى نورا يسطع في قلبك، ترى نورا يملأ الجنان، ترى نورا يزيل عن قلبك ظلمة الأوهام، ترى نورا بإذن الله يرفع عنك الحجاب بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى. فهذا الرجل العظيم أكرمنا بها عند زيارته وعاملنا كأبنائه، ولو أنه لا يعرفنا من قبل. فبايعنا الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره، وكان متواضعا دائما، وكان كثير الوصايا، وكلامه كله يصب في معرفة الخالق سبحانه وتعالى، كلاما لا يوجد في أوراق، وأعمالا وصفات لا توجد في مجلدات. رجل آتاه الله أسرارا لا تعد ولا توصف. أكرمنا الله سبحانه وتعالى ببيعته والجلوس أمامه والجلوس عند قدميه، وعاملنا كأبنائه. وكذلك الآن وفود كثيرة تأتي عند سيدنا محمد فوزي الكركري من أنحاء العالم لكي يبايعوه، مع العلم أنه شخص ليس كبير في السن، ولكن الله يهب لمن يشاء الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم ويؤتي فضله لمن يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعم الله سبحانه وتعالى بمصاحبة سيدنا محمد فوزي الكركري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره وأن يزيد في مدده وأن يجعله نورا على نور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعينه بمريديه وأن يقر أعين مريديه به، وأن يجعله دالا على الله أينما حل وارتحل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في الفردوس الأعلى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الناس الذين تركوا الأثر في هذه الحياة الدنيا، ونسأل الله أن يجعلنا خداما له في الدنيا ومرافقين له في الآخرة، وأن يفيض الله علينا من مدده وأسراره حتى نسير على نهجه وأثره. وهذه الزاوية التي يوجد فيها شيخنا هي زاوية متواضعة، ولكنها مملوءة بالأسرار ومملوءة بالأنوار. مريدي كلهم متواضعون، يحبون الخير لبعضهم البعض، ويحبون الخير لجميع الخلق، حيث أن شيخنا قدس الله سره يعلمنا كلاما وذائما يكرره لنا، يقول قدس الله سره: استحقر نفسك وعظم غيرك. فبهذه القاعدة
وبهذه الوصية تنال المعالي وترى الأنوار في الليالي وتسير في الصحار والقفار ولا خوف عليك ولا هم يحزنون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركة شيخنا ببركة شيخنا محمد فوزي الكركري قدس الله سره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.